ورشة العم هانس للساعات. وها هو صندوق باب. هيا خذوا لوحة داريوس. مهلا، أين ذهبت؟ قد اختفت. لوحة داريوس اختفت. وبقولك اختفت تقصد أنها إنها ليست هنا. نعم اختفت تماما، ربما بداخل الصندوق. أفسحوا لي جميعا، سأفتحه. من يحدث هذا الإزعاج؟ مرحبا بكما يا بينجو ورولي. لم أعرف أنكما ستزوراننا. في الحقيقة جئنا لاستعادة لوحة داريوس، فقد التصقت بقاعدة الصندوق. كانت هديته لباب، وأنا بمناسبة يوم العم والعمة. لقد رأيت هذه اللوحة. سقطت عندما قام ساعي البريد بتسليم الصندوق. طيرت الرياح هذه اللوحة إلى الشارع، ثم التقطتها أغنبة وكوكو. جغيت بها. رأيت كل هذا بعيني الوقواق. من الطائر ومن الكلب؟ أو أودو، رولفي، هذان ليو وباستر أقاربنا. ليو وباستر، هذان رولفي وأودو. من الشرف مقابلة كل منكما. ذكرت شيئا عن أرنبة التقطت لوحة داريوس؟ هذا صحيح، واسمها ويجلز. ربما أخذتها لتضيفها لمقتنياتها في الغابة. أرنبة لديها مقتنيات؟ رائع. إن أغضتم استعادتها سألغيكم التغييق. مرحا، لنذهب لاستعادة تلك اللوحة. من سيأتي معك؟ وداعا رولفي. أو فيدرسن، أتمنى أن تستعيد هذه اللوحة. أوه، سنذهب الآن. رائع. ها هو معغد ويجلز الفني. كوكو، الآن سأعود إلى غرفي. لديهم الشاي والفطائغ. حظا موفقا. كوكو. كوكو. الباب مفتوح، تعالوا وألقوا نظرة على آخر اكتشافاتي الفنية. أهلا أهلا بكم في معغد فيجلز الفني. أنا فيجلز، كيف أساعدكم؟ نبحث عن لوحة. رائع رائع، وصلتم لجذع الشجرة الصحيح. لدي مجموعة كبيرة من اللوحات، أي نوع تريدون؟ هذه اللوحة التي بالأعلى. أوه نعم نعم، لديكم ذوق غفيع. حصلت على هذا العمل الفني اليوم. هذا العمل الفني يخص صاحبنا الإنسان داريوس، رسمها ليوم العم والعمة، ونريد استعادتها. حسنا، لا أعرف، لقد وجدتها فعلا. كيف أتأكد أنها لداريوس الذي تتحدثون عنه؟ لأن الحيوانات الأليفة التي في اللوحة تمثلنا. رسم لوحة لنا لأجل عمه وعمته. لست واثقة. من مكاني بالأسفل هنا الرسومات لا تشبهكم أبداً، ألوانها باهتة. هذا لأن اللوحة بعيدة، سأحضرها لتنظري عن قرب وسأريك. هو ها. لا لا لا، كن حذراً أيها القط. إنه متهور جداً. مياو، هذا مدهش، لقد وصلت لي. سأوقفك يا ليو. شكرا بينجو. سعيد أنك بخير. القطط تقع على أقدامها حتى وإن احتاجت المساعدة. أرأيت يا ويجلز، الرسومات تشبهنا. تمثلكم فعلاً وتشبهكم كثيراً. صاحبكم داريوس موهوب جداً في استعمال الألوان. نعم، هذه التحفة تخصكم بشكل واضح. يا للروعة، شكراً ويجلز. وهذه القطعة الصغيرة تخصك أيها القط. إنها لعبتي. لا بأس، احتفظي بها، اعتبريها هديتنا لك. أوه، دانك دانك دانك، شكراً. ستبدو هذه القطعة رائعة في معغدي. حيوانات مهمة، لنعد هذه اللوحة إلى داريوس. وداعاً. أعجبنا المعرض. نعود في أي وقت. اشتركوا لتجدوا فيديوهات أكثر، وتابعوا ديزني جونيور لمشاهدة عروضكم المفضلة.